السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضرتنا لهذا اليوم بخصوص الارك سوال. احنا وصلنا للرايت انبوت تيبل، اجرينا بالمحاضرات السابقة هي الوذر ستيشن والرايت سوات انبوت تيبل، وصلنا المن للابديت او الداتا بيس ابديت. بعد ما نضغط عليه هذا ينطيك شنو هي الابديت من الداتا بيس. هنا ممكن يكون جراوند ووتر، ممكن يكون يعني هاي التصنيفات اللي خاصة بها السويل غيرها، فاحنا نريد نسوي ابديت للكل، ابديت للكل، فلازم نسلكهم كلهم نختارهم. فهسه ابديت الكل التيبل، فنختارهم للكل. فهسه مجرد تحويط واحد نغيرهم. شنو الغرض من الابديت اللي حيسوي لنا؟ فاحنا فور اكيورنسي نسلكهم كلهم. هذا يمثل لك الداتا بيس اللي راح يخرج لك اياها هو ايضا، الجراوند ووتر، السيبج، غيره، هواي امور هنا يتضمنها. فبعد ما تسلكهم كلهم تقول له ابديت داتا بيس. سوات بروجكت داتا بيس ابديت، هل تريد انه يسوي لك ابديت لهم؟ نعم اوكي. فراح يجري لك عملية ابديت تصير لكل البيانات اللي هو طالبها. سلكت اذا عندك اتفت بيانات معينة هي تريد لها ابديت لا بأس بيها، لكن انت اذا تريدهم كلهم فمجرد تسوي سلكت اول وتختارهم وتسوي لها ابديت داتابيس. فبعد ما ينتهي الابديت داتابيس نروح على السوات بروجكت نسيف هذه الخطوات. مهمة الرايت انبوت تيبل تكون قد انتهت، اللي ضمنت ثلاث مراحل، مرحلة الوذر ستيشن ومرحلة الرايت سوات انبوت تيبل ومرحلة الداتابيس ابديت. ان شاء الله راح ننتقل للخطوة اللي بعدها ونحاول نسويها بفيديو جديد لانها تتضمن عدد من الخطوات. نلتقيكم بالفيديو القادم، دمتم بامان الله وحفظه.